البعض بيشكك في إمكانية حل الدولتين، يعني في مستوطنات إسرائيلية في الضفة والقدس، في تصلب في الموقف الإسرائيلي، في انحياز أمريكي واضح لإسرائيل. هل حل الدولتين ما زال حل يعني موجود ومطروح على الطاولة، ولا بقى هناك ما يسمى بمفهوم حل الدولة الواحدة اللي بدأ الكلام عنه حتى في الداخل الفلسطيني؟ لا، هو أعتقد لا حل للقضية إلا بالدولتين، وده الكلام اللي مصر بتطرحه. يعني احنا لو نراجع خطابات الرئيس السيسي في الأمم المتحدة كل سنة تقريبا لازم يحدث يتكلم في هذا الأمر، ولو نقول إن في فائدة حصلت من 7 أكتوبر فهي إعادة طرح القضية من مرحلة أو من النسيان إلى التفكير، إن تعاد تاني القضية، لأن القضية كانت يعني تكاد تكون كانت في الإعلان المركزة. لأن الجميل في هذا الأمر أيضا أو يعني فوائد هذا الأمر إن حتى الأجيال الجديدة اللي ما كانتش تعرف حاجة عن القضية تعاطفت معاها وبدأت تقرأ فيها وبدأت تعرف فيها، لأن أنت عارفة حضرتك الأجيال القديمة فقط هي التي تعلم يعني موقف القضية الفلسطينية، لكن ما حدث في غزة أثار تعاطف. عشان كده لو حضرتك تلاحظي أن موضوع المقاطعة مع الماركات أو الدول أو الماركات التي تساعد إسرائيل نجح بشكل كبير بسبب الشباب، يعني بسبب الشباب وسبب البنات، وحتى الشباب في الداخل الأمريكي بقى غاضب على بايدن وغاضب على السياسة الخارجية الأمريكية بشدة. واضح أن الشباب بيغير العالم. نتمنى ذلك، لأن ما يحدث، أنا برضو قريت مناظرة بين المرشحين الجمهوريين باستثناء ترامب كلهم داعمين لإسرائيل للأسف. يعني كلهم بيتنافسوا على زيادة الدعم لإسرائيل، بيخسر نقاط كبيرة في شعبيته، احنا عارفين ان اللوبي اليهودي هناك كبير وثرواته ضخمة وبيحرك، بس خسر شعبيته بالإضافة للمصلحة. يعني خليني أحكي لك، أنا مرة قابلت حد نائب كان في واشنطن سياتل، وكان مشهور بتعاطفه أو تأييده لصدام حسين قبل الغزو، ويعلم عن القضايا العربية الكثير، وتقريبا زار معظم الدول العربية، ففي متعاطف جدا مع معظم القضايا العربية. فسألته في الآخر يعني هل عندما تتولوا أنتم الحكم يعني معناه أن أنتم ستحلون عن الشرق الأوسط؟ فقال لي طول ما احنا ما عندناش مصادر للطاقة غير البترول الشرق الأوسط فإحنا هنتنينا مكملين في الشرق الأوسط. للأسف أمريكا لن تترك الشرق الأوسط. أنا كنت في أمريكا في شهر مارس اللي فات، كان الكلام على أنهم مهتمين بالشرق الأقصى ومش مهتمين بالشرق الأوسط. بالعكس، إحنا أظن بعض المعاهد أو مراكز الأبحاث كانوا بيقولوا إحنا بنحاول نرجع تاني اهتمام الأمريكان بالشرق الأوسط، لكن في موضوع إسرائيل انحيازهم أعمى، انحيازهم فاجر، انحيازهم، لان هم انا يعني من وجهه نظري هم بيعتبروا اسرائيل يعني العسكري بتاعهم في المنطقه. سيناريوهات في الاخر سريعا، سيناريوهات توسيع الصراع في المنطقه وتهديد الملاحه، خطف السفن، انتشار الارهاب بسبب افعال الاحتلال. يعني ما فيش اللي هو سيناريو واحد وهو دخول حزب الله ودخول سوريا ودخول الحوثيين في الحرب بشكل، فممكن يؤدي إلى دخول إيران، وأعتقد الأيام الأربعين الماضية أثبتت أن السيناريو ده بعيد شوية. أصل دلوقتي القيادة الوسطى الأمريكية بتقول قواتنا في قاعدة عين الأسد في العراق تعرضت لهجوم بصاروخ باليستي قصير المدى، وبتقول أن طائرة حربية أمريكية قصفت مجموعة مسلحة مدعومة من إيران ضالعة في الهجوم. هو للأسف الأمريكان رجعوا تاني، يعني الأمريكان اللي جم في فترة كانوا بيدوروا على تحسين سمعتهم في المنطقة رجعوا تاني لأسوأ ما يكون. يعني كل الجهود اللي عملتها، وكنت بكلم حضرتك عن القيم الأمريكية عشان تحسين السمعة الأمريكية بعد دعمهم للإخوان ودعمهم لثورات الربيع العربي، عملوا حملة بعديها عشان يحسنوا سمعتهم في الشرق الأوسط. ما يحدث من مجازر وإبادة للفلسطينيين أضاع كل هذا الكلام. يعني اعتقد ان المسؤول عن ذلك بايدن بشكل رئيسي، يعني واجهزته او حكومته. اشكرك شكرا جزيلا، نورتنا في مصر جديده. دكتور محمود مسلم، رئيس لجنه الثقافه والسياحه والاثار والاعلام في مجلس الشيوخ ورئيس مجلس اداره جريده الوطن، اشكرك شكرا جزيلا، بتنورنا دايما في مصر جديده. فحرب الاعلام ضد الكيان الصهيوني وجيشه الارهابي، كلنا جنود للدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة. اوعى تستهين بقدرتك على نصرة الحق.
اوعى تشك في ان الحق مش في صفك. انا بقول لك معطيات ما فيهاش جدال بشهاده وختم الامم المتحده والقانون الدولي. الكيان الصهيوني محتل وغاصب، سارق ارض مش ارضه، وعايش بشعب ملموم من الشتات، وعايز يطرد الفلسطينيين من ارضهم ويشتت جمعهم. جيش الارهاب الصهيوني بيرتكب جرائم حرب ضد الاطفال والمدنيين في غزه، عينيك بتشوفها. وصل صوتك لكل اللي حواليك، اخبط خبطه على جرس الحقيقه، وصل صوت اللي ملهمش صوت، وصوتك ممكن يوصل لصديق من صديق لصديق لصديق ويأثر على موقف. انت مش نكرة، جدد وعيك، كمل مقاطعة، مقاطعة اي سلعة بالتاجر بدم اخواتك. اوعى تقول تعبت، اوعى تستسلم او تكبر مخك وتقول هي جت عليا. انت جزء من وعي العالم اللي الصهاينة عايزينه فاقد الوعي عشان يرتكبوا جرائمهم في صمت ويغوصوا في بحر الدم بعيد عن عيون العالم. أشكركم شكرا جزيلا. بكرة مصر جديدة إن شاء الله.